وزير الشباب والرياضة بالتنسيق مع المجلس الوطني الاستشاري الشبابي يقومون بنظافة عملية نظافة في بعض شوارع العاصمة الجبهة. رابطة العدائين لبلدية أنجمينا تنظم سباقا للعدائين من الجنسين بالعاصمة أنجبة. السادة السيدات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في تقديم النشرة الإخبارية العربية من الفضائية الشادية من أنجمينا. قام صباح اليوم وزير الشباب والرياضة رطوان محمد كريستيان برفقة أعضاء المجلس الوطني الاستشاري باستصلاح وتنظيف بعض شوارع العاصمة أنجمينا، كان ذلك بحضور مندوب الحكومة لدى بلدية أنجمينا وعمدة بلدية أنجمينا. تقرير محمد صالح الحسين. سعيا للتضامن مع سكان بعض حارات الدائرة السابعة الذين تضرروا جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت مؤخرا في العاصمة أنجمينا، قام وزير الشباب والرياضة بالتعاون مع المجلس الوطني الاستشاري للشباب التشادي باستصلاح بعض الشوارع التي يصعب المرور فيها خلال هذه الأيام بحضور مندوب الحكومة لدى بلدية أنجمينا وعمدة بلدية أنجمينا. ومن ثم توقف هؤلاء المسؤولين بحارة وليا بالدائرة التاسعة لترميم تلك الشوارع حتى يتسنى لسكان الحارات مزاولة أنشطتهم. في الله ولا تشاد وهذا ولا أنجمينا وهذا كل المدن، لكن على حسب قدرتنا نحن الشباب جمينا اتوحدنا بكان واحد، اختارنا نيف مارنسما وستة مارنسما، لمينا سوينا افتتاح في الدائرة السبعة، واليوم جينا في هسا حاليا جينا في دار التيزا. عمدة بلدية أنجمينا عمر بكر أثنى على هذه المبادرة الوطنية. وشان ده أدمي بيجي تقيل بالهن، واليوم شباب الشباب كلكم قموا يقفوا مع حكومة وما مالكمين، أن نشكرهم ونقول لهم ألف شكر ونقول بلدنا بعد بمشي إلا بالشباب. أما مندوب الحكومة لدى بلدية أنجمينا محمد زين الحاج يحيى شكر المجلس الوطني الاستشاري لشباب تشاد على هذا العمل الإنساني والاهتمام بمساعدة الآخرين ومساندتهم في مثل هذه الظروف الصعبة. وزير الشباب والرياضة رضوان محمد كريستيان قال إن الوزارة ستقف مع جميع المواطنين المتضررين من هذه الأمطار عبر هؤلاء الشباب الذين يسهمون في تنمية وتطوير البلاد، مؤكدا بأن مشير تشاد رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو يدعم جهود الشباب الذين هم كوادر المستقبل. هذا فإن هذه المبادرة الشبابية تحتاج إلى دعم الجهات المعنية للتغلب على هذه المحنة. أطلقت صباح اليوم منصة تشاد أولا مبادرة ترمي إلى تصريف قنوات الصرف الصحي بالدائرة الخامسة سعيا منها بمساعدة المتضررين من أمطار الخريف، كان ذلك بحضور عمدة بلدية أنجمينا. تقرير حسن جدة عمر. بلدية مسؤولية مبادرة وطنية تطلقها منصة تشات أولا بالتعاون مع البلدية المركزية للوقوف مع المتضررين من أمطار الخريف، وذلك من خلال تنظيف قنوات الصرف الصحي. هنا بحارة سنفيل وقف المنسق العام للمنصة محمد صالح موسى رفقة عمدة مدينة أنجمينا عمر بكر بجانب هؤلاء الشباب المتطوعين من الصليب الأحمر التشادي فرع الدائرة الخامسة، وكذا منصة تشات أولا. الهليتي ده مسؤولتي أنا، ما مسؤولة الميري، والميري ده أي نادم بيسوي ميري في نفسه، ما ميري ده عنده شغله خاص مخصص كقاعد ميري، لأن أنت المواطن اللي بنادو ميري، دون لازم أن يكون نكون مواطنين ونساعد بلدياتنا القاجين دولا بركة فيه لنا ألم ميرقود ووساخة ميرقود لأن فاشر بكابيتال أنا. شملت هذه العملية أيضا أحارة أمرو جيبي، حيث شجع خلالها العمدة أعضاء هذه المنصة. كده شمنا عشان نشكرهم ونسجهم ونقول لهم هم ما قادوا مهيتهم، بلدية كل وافق مام، كومين كل وافق مام، الشعب كل يقوفوا مام، ونقول خلي الشباب آخرين كله يجي يقوفوا مال تشاد دابور.
مبادرة منصة تشاد أولا لن تتوقف هنا، حيث تشمل جميع البلديات. أكد صباح اليوم بالمكتبة الوطنية رئيس تجمع القوى المدنية لدعم الديمقراطية حسين مسار حسين في بيان صحفي جاهزية التجمع لدعم ومساندة سياسة المشير رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو، داعيا إلى ضرورة مشاركة الجمعيات المدنية في مراقبة المراحل الانتخابية المقبلة. تقرير خليل حسن صالح. من خلال هذا اللقاء الحاشد لأعضاء تجمع القوى المدنية لدعم الديمقراطية، يهنئ التجمع فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بترقيته إلى رتبة مشير، ويؤكد دعمه لسياسته الحكيمة ومساندته لتعزيز الديمقراطية والحفاظ على مكتسبات الجمهورية. رئيس التجمع الدكتور حسين مسار حسين قال إن ما قام به رئيس الجمهورية المشير إدريس ديبي إتنو يستحق الدعم. الشعب التشادي هو الذي منح فخامة المشير هذه الرتبة. إننا متأكدون أن الشعب التشادي ملتف حول برنامج المشير، لأنه برنامج يدعو إلى التنمية ويدعو إلى الإصلاح ويدعو إلى النهضة ويدعو إلى التعليم ويدعو إلى توفير صحة المواطن، وبالتالي إن هذه المنجزات هي ظاهرة في العيان كيف كانت تشاد في السابق وكيف أصبحت الآن. الأمن والاستقرار وتعزيز الديمقراطية أهداف يسعى تجمع القوى المدنية لدعم الديمقراطية للحفاظ عليها من خلال الوقوف خلف رئيس الجمهورية والمشاركة في تنفيذ رؤيته لتنمية البلاد. ودعا مسار إلى تدريب شباب المجتمع المدني للمشاركة في مراقبة الانتخابات المقبلة. فخامة مشير تشاد قام بجهود كثيرة عديدة للنهوض بتشاد والنهوض بهذه البلاد، و كذلك أن يجد مكانة قوية للبلاد في المحيط الأفريقي، فأصبحت تشاد يشار إليها بالبنان في كافة المحافل الإفريقية والمحافل الدولية. على المجتمع المدني أن يحافظ على هذه الديمقراطية وعلى هذه المكاسب من أجل الفوز المحقق لهذه الانتخابات. هذه الانتخابات تمثل بالنسبة لبلادنا تطور طبيعي للديمقراطية الناشئة، هذه الديمقراطية التي يرعاها مشير تشاد فخامة الرئيس إدريس ديبي إتنو. عبر هذا اللقاء يعلن تجمع القوى المدنية مساندته اللامتناهية ومشاركته بشكل فعلي في تنظيم الانتخابات ومساعدته لسياسة الحكم الرشيد ورؤية وتطلعات المشير لتشاد التي نريد. اختتمت مساء أمس بالمكتبة الوطنية أعمال الورشة التدريبية التي نظمتها الجمعية الوطنية لصالح مسؤولي الموارد البشرية وطلاب المعاهد العليا. تقرير محمد السلي غلام. تختتم الجمعية الوطنية لمهني ومدراء الموارد البشرية دورتها التدريبية التي شارك فيها عدد من طلاب المعاهد العليا إلى جانب مدراء الموارد البشرية لمختلف الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة والمتعلقة بتعزيز قدراتهم ورفع كفاءاتهم حول التعامل مع الكادر البشري وكيفية التحكم في خطط التدريب، حيث سمحت لهم الدورة بالتعرف على أهم المستجدات الطارئة في هذا القطاع. شيء يعني يحل الديالوج سوسيال، الديالوج سوسيال يعني شيء مهم جدا، تناقش في العمل كيف شيء يحصل مشكلة ولا كده، الناس يقدروا يحلوا بكل يعني بدون أنف، كيف نتعامل مع ما 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 كولابوراتير هجرا، كيف نديريجيهما. وخلال كلمته الختامية رئيس الجمعية الوطنية لمهني ومدراء الموارد البشرية مدينة جمتا مارسيال أشاد بحسن الخلق الذي اتصف به المشاركين طيلة فترة الدورة التدريبية، ودعاهم إلى العمل وتطبيق جميع ما تلقوه من معلومات على أرض الواقع. هذا وتوجت المناسبة بتقديم إفادات المشاركة للمشاركين في الدورة، إلى جانب تكريم الخبراء والمدربين تقديرا لجهودهم في مشاركة المعلومات التي يمتلكونها في مجال الموارد البشرية. إن موسم الخريف لهذا العام شهد حطول أمطار غزيرة استفاد منها المزارعون بفلاحة الأرض بمختلف المنتجات الزراعية. وحول مدى استفادة الفلاحين من هذا الموسم المبارك بالغيث النافع المبارك نتابع تقرير زميل حسن جد عمر. تمتاز تشاد بأراضي زراعية خصبة وشاسعة ميزتها عن بقية البلدان،
في المنطقة، وتلبية للنداء الذي يذكر فيه التشاديين دائما مشير تشاد إدريس ديبي إتنو بالعودة لفلاحة الأرض. فقد شرع العديد من المواطنين في إنشاء المشاريع الزراعية على بعد كيلومترات من العاصمة أنجمينا، كحال فضل سلطاني الذي بدأ في مجال الزراعة بهكتار واحد فقط، ولكن الآن اتسعت مزرعته. أهم شيء في بلد هجينا عندنا أرض هجينا أرض واسي وأرض تدس أي شيء يقوم. اليوم عندنا 4 سنة جايدة الرئيس الجمهورية كل يوم بقول أمشوا للأرض أمشوا للأرض، لكن من بينا أرض ودخلنا فوقها فهمنا أنه ما في شيء مهم من الأرض. أحد الشباب الذين قرروا الاستثمار في المجال الزراعي دون انتظار الوظيفة، ومن خلال هذه البقعة الأرضية يتحصل على جميع احتياجاته المنزلية. قريب 5 سنة كسرنا سودا يوم واحد درس في سوق ما بينا ولا رفقنا به ولا أخواننا به ولا ناس المساكين جنبنا به في ريس الدبس ناكله لحد نجي في سنة آخر نسوق مش الدبس كنا خدمه، لكن التراب ده كان نار مقبل فوقه، مش الرئيس الجمهورية قال التراب قبل فوقه حق بلقى إن شاء الله. هذا الرجل الستيني عامل في المجال العسكري لمدة 32 عاما، وبعد تقاعده عاد إلى فلاحة الأرض حيث يمارس نشاطه في هذه المزرعة الواقعة بكليسيم. أنا زر أنا قامت في جامعة جيت في كداري ده دورن دبر في هيراتا، بس في سنة الفاريو سنة اليوم ده المدى الحمد لله يا لنا أنا مسكين ده نالقو كدار مسكين أنا ده يملك براسنا. الاستثمار في المجال الزراعي ليس محدد فقط على الرجال، تقول حواء عمر صاحبة هذه المزرعة. هي وعائلتها يسترزقون من هذا المشروع الخاص بزراعة البامية. إن شاء الله السنة دا نينا المرجى بيجلينا كتير غنا حارمو دا أو لا المي ما تمعنا من السنة دا السنة دا الحمد لله الله شاف دا كنا حارمو نشوفو حراء هذا الرنان دا كنا نشوفو. مثل هذه المشاريع الزراعية تفتح الفرص أمام العديد من الشباب العاطلين عن العمل وتوفر لهم عائدة تمكنهم من الوفاء باحتياجاتهم الخاصة. كده ما نسينا ده كده ما نزير بس عديل أنا قاعد ناكل فقر شو قال نشوفه عديل للدنيا ده زير بس عديل جمعنا نروح ساق ده شو شبنا ده ما ينفع. قسو إسماعيل طفل في 11 من عمره يعمل لمساعدة والدته في هذه المزرعة الخاصة بزراعة الفول السوداني بمنطقة إتنا، حيث يقضي فيها جميع أيام عطلته المدرسية. سنة فرد أنا تريمنا جنغاري وقالي ما سابة سمع سنة على دس تريمنا فول جاينا لغفوغا كمم أكل دول. موسم الخريف لهذا العام مختلف عن الأعوام السابقة، فجميع من لجأوا إلى الأرض استبشروا خيرا، والأيام القادمة كفيلة بالرد على ذلك. نظمت يوم أمس الإدارة العامة للجمارك لقاء تشاوريا مع الفاعلين الاقتصاديين ورجال الأعمال. اللقاء سمح للطرفان معرفة العقبات التي تواجه التجار وعدم تزويد الخزينة بالأعيدات الجمركية، كما شرح رجال الأعمال المضايقات التي يواجهونها من قبل رجال الجمارك وطرحوا بعض المقترحات التي تساعد على تسهيل العمل بصورة ترضي الطرفين. وقد وعدت الإدارة العامة للجمارك خلال هذا اللقاء بحل المشكلات من خلال التوقيع على وثيقة تسمح بتهيئة المناخ وتحسين ظروف العمل. نظم اتحاد شباب الطريقة التجانية ندوة علمية بعنوان الهجرة النبوية تصحيح لمسار الأمة نحو الأفضل. كان ذلك بحضور رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فضيلة الشيخ محمد خاطر عيسى. تقرير ياسر محمد أحمد. تحت رعاية المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد أحيا مكتب شباب الطريقة التجانية ندوة علمية تحت عنوان الهجرة النبوية تصحيح لمسار الأمة نحو الأفضل. رئيس مكتب اتحاد شباب الطريقة التجانية الشيخ يحيى جوجة يحيى قال إننا في هذا القرن 21 وبالتوازي مع 442 بعد الألف من العام الهجري نعاود أدراج حادثة الهجرة. المسلم يحتاج أن يجدد علاقته مع الله سبحانه وتعالى في كل حين وآخر. هذه الندوة العلمية جاءت لنتفاكر فيها سيرنا إلى الله تبارك وتعالى.
هذا وقد تطرق في الفقرة الأولى من هذه الندوة نائب رئيس مشيقة الطريقة التجانية الشيخ الغالي خليل عمر، والذي تناول فيها تجديد الأحضمة الله عز وجل، إذ يجب على المسلم أن يتسلح بالإيمان، مضيفا بأن هذا الزمن غابت فيه التضحيات وحلت فيه المجاملات والغش، مناشدا المسلمين إلى الصدق مع الله عز وجل في توجهاتهم وعباداتهم على الطريقة التي رسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراءة سير الصالحين. أما الفقرة الثانية والأخيرة من هذه الندوة فقد تناول فيها نائب رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور حسب الله محدي فضلة الهجرة النبوية دروس وعبر، كما تحدث عن التقويم الهجري وأول صحيفة في دستور الإسلام، والتي اعترفت بحقوق المواطنين باختلاف معتقداتهم وقيمهم الأخلاقية التي يجب أن نرسخها في نفوسنا. من جهته راعي هذا الحفل رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد الشيخ الدكتور محمد خاطر عيسى، قدم شكره الفائق لاتحاد مكتب شباب الطريقة التجانية على إحيائه ذكرى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، طالبا من العلماء الاستفادة من هذه المناسبة التاريخية وتعريف عظمتها وأهميتها للمجتمع، ودعوة المسلمين إلى وحدة الصف والكلمة. أطلقت صباح اليوم رابطة العدائين لبلدية أنجمينة المنافسة الرياضية للعدائين دورة 2020 بمشاركة أكثر من 200 عداء من كلا الجنسين. تقرير عباس أبكر مصطفى. هنا بشارع العاشر من أكتوبر انطلقت المنافسة الرياضية للعدائين تحت مسمى كروس كونترال لمسافة 8 كيلومترات، ومع إعلان صافرة البداية الجميع يتسارع، في حين العداء محمد علي المعتاد على الترتيب الأول لم يترك فرصة لنظرائه آخذا بالتقدم، ومع وصوله إلى المنحنى الأول في صينية إيجل ظل محافظا على تقدمه، وبتشجيع الجمهور ساعد العداء في الإسراع إلى أن وصل إلى استاد إدريس محمد أويا حاملا راية التقدم مسجلا رقما قياسيا في المركز الأول في زمن يقدر ب 25.23 ثانية. لأن كان تخدم نتيجة هو دائما معك وكل شيء يدور تخدم مع ناس جروب ويدور مساعدة مع ناس تساعد الناس وناس يساعدوك في التمرين ده عشان تقدر تجيب النتيجة، لكن كان قلت تخدم بوحدك صعب لتجيب النتيجة. والثاني محمد الحاج آدم ب 26.41.42 ثانية. وأحرز نوربير المركز الثالث في 26.42 ثانية. أما في جانب النساء أحرزت العداء أونورين المرتبة الأولى ب 31.23 ثانية، فريدا حسناتا ب 32.18 ثانية. ماجي كوتو تحصلت على الترتيب الثالث من خلال قطعها للمسافة في 32.54 ثانية، حيث استلم الأول عند الرجال والنساء كأسا تشجيعيا يبلغ 1,000,000 لكليهما، والثاني لدى الجنسين 250,000 فرنك سيفا. وفي المرتبة الثالثة من الجنسين تحصلا على قيمة متوازنة قدرها 150,000 فرنك سيفا. فيما أشاد رئيس رابطة العدائين لبلدية أنجمينة أحمد محمد جيمي بحماس العدائين بالرغم من توقف الأنشطة الرياضية بسبب فيروس كورونا، كما شاطرته مندوبة الشباب لبلدية أنجمينة السيدة يوسف ريماجي بالأداء المميز للشباب، مبدية امتنانها على مبادرة الرابطة التي تهدف إلى تكوين العدائين للمنافسات الرياضية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. إليكم حصيلة الحالة الوبائية لمرض فيروس كورونا كوفيد 19 اليوم الأحد 23 أغسطس 2020، كالتالي 173 عينة تم فحصها، 4 إصابات جديدة سجلت، 2 في أنجمينة و2 في شاري الأوسط، كلهم من مخالطين لحالات مرضية ماضية، 1 حالة شفاء، ويرتفع عدد الكلي إلى 870، 0 حالة وفاة، ويبقى عدد الوفيات 76، 40 حالة مرضية تحت العلاج. عدد الإصابات المؤكدة منذ التاريخ 19 من مارس 2020 986، من بينها 246 امرأة في 15 إقليما،
تدعو المنسقية الوطنية للاستجابة الصحية للمواطنين للهدوء والتضامن واليقظة واحترام القرارات والإرشادات، وبالأخص التباعد المكاني، وفي حالة ملاحظة أعراض مثل الحمى، الكحة، العطس وصعوبة في التنفس اتصلوا مجانا على الرقم 13 13 توقيع المنسق الوطني للاستجابة الصحية البروفيسور شوا أشمي. إذن بقراءة هذا البيان نصل إياكم إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية العربية قدمناها لكم من عاصمة إنجمان. حتى نلقاكم، دمتم في أمان الله، السلام عليكم.